الليل، لأن أحوال الليل هي معالم أحوال النفوس. وبعدين في الليل الإنسان يطلع على نفسه وحقيقتها، في النهار يشوفه الناس كلهم كم من عين تشوفه هو يصلي، وكم عين تشوفه يسجد، وكم عين تشوفه يركع، وفي أعين الناس صالح وتقي ومصلي وعابد، لكنه في عين نفسه تتجلى له حقيقته في جوف الليل. إذا هجع النوام شدوا رحالهم، وعند صباح القوم قد حمدوا السرى. إذا جن عليه الليل وخلا كل محبوب بمحبوبه، وكل مطلوب بمطلوبه، وكل مرغوب بمرغوبه، تراه متام الليل وعمد بيته عمودا على محرابه وهو راكع، يناوحه همان هم مخافة وهم رجاء والبرايا هواجع. بأمثال هذا يرحم الله خلقه، وإن عظمت أفعالهم والشنائع، بأمثال هذا تحفل الشاة ضرعها، ويسمن مهزول ويقطف يانع. إذا جن عليه الليل يناوحه هم الخوف والرجاء، قد أفلح القانت في جنح الدجى، يتلو الكتاب العربي النيرا، له نحيب وشهيق وبكاء، يبل من أدمعه ترب الثرى. كان بعض الصالحين كما يقول ابن خلكان في وفية الأعيان يقول: كان إذا جنه الليل تردد في داره وهو يقول في الليل والناس نيام: لبست ثوب الرجا والناس قد رقدوا، وبت أشكو إلى مولاي ما أجد، فقلت يا عدتي في كل نائبة ومن عليه لكشف الضر أعتمد، أشكو إليك أمورا أنت تعلمها، ما لي على حملها صبر ولا جلد، وقد مددت يدي بالذل مبتهلا إليك يا خير من مدت إليه يدوم، فلا تردنها يا رب خائبة، فبحر جودك يروي كل من يرد. هذه المناجاة العظيمة إنما تنبع من نفوس تعشقت جوار خالقها. احنا يا إخوان نفتقد جنة، يقول عنه عمر بن عبد العزيز الله يرحمه ويرضى عنه، يقول: إن في الدنيا جنة لا يدخل جنة الآخرة من لم يدخلها. احنا جنة الأنس بالله تعالى مفقود، احنا أرض قلوبنا وحل، قاحلة مقفرة جرداء من الأنس بالله تعالى. أعظم شيء تفتقر إيه نفوس نحن في القرن الخامس عشر هذا؟ الأنس بالله تعالى. إن لو أنس العبد بالله تعالى أنساه أنسه بالله هوى وكل شيء أشقى، لكن ما دام شيء عوائق وعلائق وشيء ما يمكن أن يصل المرء إلى الأنس بالله جل وعلا. أبلى الناس اللي يقوموا نص الليل يشعر في حب الله سبحانه وتعالى، لما تقول رابع العدوية: عرفت الهوى مذ عرفت هواك، وأغلقت قلبي عمن عداك، وقمت أناجيك يا من ترى خفايا القلوب ولسنا نراك. أحبك حبي، حب الهوى وحب لأنك أهل لذاك، فأما الذي هو حب الهوى فشغلي بذكرك عمن عداك.
وأما الذي أنت أهل له فكشفك للحجب حتى أراك، يعني حجب القلوب وأوساخ حتى أراك، يعني أعرفك، فكشفك للحجب حتى أراك، فلا الحمد في ذا ولا ذاك لي، ولكن لك الحمد في ذا وذاك.